أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا يتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.